هجرة علي بن أبي طالب. هاجر علي رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في مكة ليعيد إلى الناس أماناتهم التي كانت عنده. فبقى علي بن أبي طالب في مكة 3 أيام بعد النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى الناس أماناتهم، وخرج بعد ذلك متتبعا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فوافاه عند بني عمرو بن عوف، ونزل في البيت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نزل فيه، وهو بيت كلثوم ابن الهدم، وكان في طريقه للمدينة يستخفى في النهار ويسير في الليل، وقد تسبب له السير في تشقق قدميه، وكان قد وصل إلى المدينة المنورة في منتصف شهر ربيع الأول.